ربي وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على حبيبك محمد. عباد الله، أردت أن أعرض هذه القصة وهذا الحديث الذي حسنه أهل العلم، كيف كان سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بنصرة الدين. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي بنفسه في أحضان دولة أو كيان أو قبيلة تعاهد الكفار بمعاهدة تفقدهم إرادتهم. وانظروا إلى الإسلام اليوم، الإسلام اليوم يبحث عن مأوى فلا يجده. لا يوجد دولة في العالم اليوم تأوي الإسلام أو تقبل بالإسلام أو تريد أن يسود فيها الإسلام، بل كل دول الأرض قاطبة يحاربون الله ورسوله. حتى في الحجاز، حتى في دولة يزعم صاحبها أنه خادم الحرمين الشريفين وهو خادم للكفار، في كل بلاد الله يوجد اليوم حكام وأنظمة تحارب لا إله إلا الله، لا تريد الإسلام، لكنهم لأنهم ضعفاء كذابون يزعمون أنهم يريدون الإسلام، يزعمون ذلك وهم كذابون. هم يريدون أن يضلوا عوام المسلمين بإسلام صنعوه هم، ليس الإسلام الذي نزل على محمد، إنما إسلام مشوب بالنفاق والارتزاق والكذب والهوان واللف والدوران. أما الإسلام الحق الذي أنزله الله على رسوله فهم لا يريدونه، وقد نبتت في المسلمين نابتة تريد أن تأوي، تريد أن تأوي إلى كهف المجتمع وتريد أن تعيش فيه بمعزل عن طبائع الدول، فيقيمون علاقات مع دول عميلة، دول جواسيس، ويزعمون أنهم على خير. وصار الدين مرتهنا بهذا المأوى، فإذا آوانا ملك من الملوك قلنا هذا ملك من المؤمنين، وإن كان هذا الملك يحاد الله ورسوله. ففي أدبياتنا تجد النكير قائما على تطبيع الإمارات، لأن الإمارات لها موقف مختلف. أما تطبيع قطر فلا يقوم عليه النكير، لأن قطر يأتينا منها المال كالمطر، وكيف نأكل من زاد قطر ثم نسبها؟ هذا حرام ووقاحة وقلة دين. وقطر دولة وظيفية صغيرة الشأن، عميلة لا تدفع المال إلى المسلمين إلا بأمر الكفار، فهي لا تملك القرار، وهي لا تدفعه كرما ولا إكراما للضيوف ولا إعزازا للسيوف، إنما تدفعه بأمر الكفار. فنأينا عن قطر وقلنا قطر مسكينة، دولة صغيرة، أنا سبها بعد أن تطعمنا، ضعوا قطر جانبا. ثم ذهبنا إلى عبد الله الأردوغان، هذا الذي اتصل في هرتسوغ قبل أيام ليهنئه برئاسة الدولة، اتصل به مهنئا وقال له إن علاقات تركيا مع إسرائيل علاقات واعدة، سيما وأننا نتميز بإنتاج الطاقة والتكنولوجيا وكثير من مجالات الاقتصاد، وقال رغم الخلافات بيننا فإننا ينبغي أن نسير معكم لنحل هذا النزاع وهذه المشكلة الفلسطينية وفق القرارات الدولية، بمعنى على حل الدولتين، أن تعطوا هؤلاء الفلسطينيين دولة يعني كما يريد الغرب، دولة هامشية ضعيفة هزيلة شكلية، وأن تأخذوا دولة، أنتم تأخذون نصيب الأسد ونحن نأخذ نصيب الفئران. يتصل هذا الأردوغان خليفة المسلمين الذي امتلأت المساجد بالذين يمدحونه ويثنون عليه، والله لو اتصل زعيم الإمارات بإسرائيل لقالوا هذا مجرم كذاب جاسوس،
الإمارات دولة ليست حسنة، يجوز السباب عليها، لكن أردوغان هذا إنسان صالح، هذا لم يتصل هكذا، إنما له هدف، هدف بعيد. إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. هذا الميزان المختل الذي يلعب به المال والأهواء ليس ميزانا لله. فيا أيها المداحون لأردوغان، اعلموا أن أردوغان عميل للأمريكان، وضيع، عدو لله، يبيح الزنا والدعارة ويطبق الكفر، ويوالي الأمريكان والإنجليز والأوروبيين، ويوالي اليهود، وهو عميل قذر دنيء نجس، وإن دعمكم وإن أعطاكم وإن رفع شأنكم، والله إن بقيتم على هذا ليسلمنكم هؤلاء العملاء ويسلمون رقابكم إلى الكفار، وقد أمنتم شرهم، وقد رأيتم من بواكير هذا ومن أوائله ما يدلكم على هذا. لكنكم ما أخذتم بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رفض نصرة ومنعة من قبيلة قوية من قبائل العرب، لأنها اشترطت أن تنصر الإسلام مما يلي العرب، ولم تقبل بنصرته مما يلي الفرس. هؤلاء ينصرونكم مما يلي من؟ هؤلاء ينصرونكم ممن يلي من؟ ممن يلي أمريكا؟ ممن يلي اليهود؟ هل تحركت جيوشهم لإنقاذ الأقصى؟ تحركت جيوش أردوغان في أذربيجان وفي الشام وفي ليبيا وفي أطراف الأرض، لكن القدس لا يعرف طريقها. مثله في ذلك مثل إيران الكاذبة الخاطئة التي لها جند مجندون يغتصبون أعراضنا ولا يتحركون لنصرة الأقصى. كذابون دجالون أفاكون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا دين الله، سيذهب الخبث وتذهب الغشاوات، ويظهر الحق ويبطل الباطل، ويظهر الله الفساد ويعلن الله الحق بإذنه وحوله. ولا يغرنكم كبر طاولات العلف، فإن أهل العلف يباعون ثم يذبحون، أما أهل الله وأولياؤه فلا يأكلون بأعراضهم، لا يأكلون بكرامتهم، لا يبيعون في الدين ولا يشترون، لا يوالون إيران ولا تركيا ولا دول العرب العميلة، كلهم في العمالة سواء، ليس فيهم من فتى مطيع، أعداء لله ولرسوله. فإن كنتم تريدون أن ينظر الله إليكم فتبرؤوا من عمالاتهم ومن ولاءاتهم ومن الدفاع عنهم، وما أظنكم تدفعون عنهم إلا لأنكم ستلبسون ثوبهم وستسيرون مسارهم وستمضون في طريقهم، ستفعلون ما فعلوا، لأن الرجل إذا أثنى على رجل فهو مثله، والمرء على دين خليله. وإن الذين يثنون على أردوغان رغم علاقته باليهود سوف تكون لهم علاقات باليهود يدافعون عنها ويقبلونها ويبررونها ويأتون بالأدلة من القرآن عليها. هذا أقوله وأنا على ذلكم من الشاهدين، وأشهد الله عليكم رب العالمين، وأبرأ إلى الله مما يصنع هؤلاء من موالاة الظلمة المجرمين أعداء الدين، ومن التسلق واللعب على الحبال، فإن الله لا يقبل إلا الصدق الخالص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا مولانا أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على شياطيننا، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على أهوائنا، وانصرنا على الفلسفات والدجل، وانصرنا على التأويلات والمبررات، وانصرنا يا مولانا على اللف والدوران والأكاذيب والوساوس، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعلي شأن أوليائك وأن تنصر دينك. اللهم اجعل لنا مهابة في قلوب الظلمة المجرمين الفاسدين المفسدين. اللهم انصرنا على كل عميل أفاك كاذب يا رب العالمين.
اللهم أعلي كلمة الحق وانصر الدين، اللهم أخرج لهذا الدين أهله، أخرج له رجاله يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وأنت يا أخي أقم الصلاة يرحمك الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما